إذا نظرنا إلى الوراء، لطالما كانت في الحياة مشكلات صغيرة، مثلاً عند امتلاء الثلاجة، ما الأسوأ الذي قد يحصل؟ أما الآن، لكل من مشاكل الحياة اليومية، نعمل في سامسونج بوجود حلول لها لم تكن تعرف أنك في حاجة لها. مثلاً عندما تكن بحاجة لمساحة إضافية، فكرنا بالفريزر يمكن تحويله إلى ثلاجة بلمسة زر. هذا ابتكار يمكنك الاعتماد عليه.